أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. بدء أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي. بدأ الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي في إطار تطوير ودعم العلاقات بين البلدين، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بمختلف المجالات. يأتي هذا المجلس في إطار تفعيل إعلان القاهرة الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع السعودي خلال زيارته في يوليو الماضي. توقيع اتفاقية بين الشباب والتخطيط لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين. وقع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. جاء ذلك على هامش معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو ICT 2015 المنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 13 إلى 16 من ديسمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتتضمن الاتفاقية إنشاء منافذ داخل مراكز الشباب لأداء الخدمات الحكومية للإنابة عن المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات الحكومية بالجهات الإدارية لهم مع توفير نماذج طلبات الخدمات من وزارة التخطيط واستلام المستندات والأوراق والرسوم من المواطنين. حملات أمنية لتطهير شوارع وميادين العاصمة من الباعة الجائلين. قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت عدة مناطق لتطهيرها من الباعة الجائلين والإشغالات. نقابة الصحفيين ترحب بمناقشة مجلس الوزراء القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام. رحبت نقابة الصحفيين بما أعلنه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن مناقشة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، خاصة في ظل المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بنهاية الشهر الحالي. وأكد مجلس النقابة في بيان له اليوم تمسكه بالمشروع المتكامل التي قدمته اللجنة 50 بتوافق جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية والذي جرى التفاوض حوله مع الحكومة كطريق لضبط وتحرير المجال الإعلامي. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الأربعاء أن تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض، حيث يصود طقس مائل للبرودة نهارا ويكون شديد البرودة ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة في الصباح على الوجه البحري وعلى القاهرة وأيضا مدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح تكون أغلبها شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.